رمضان. مشاهير رمضان، رجعنا لكم 49 دقيقة، مازلنا متواصلين معاكم في الساعة الأولى مع ضيفي وليد الزريبي. وليد الزريبي، مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا يا رمزي. مرحبا بالمستمعين مرة أخرى. رؤوف كوكا قال كاميرا خفية أنجولينا ديزنوف، شنو الفايدة منها؟ فيها جانب مأساوي. لا مصحيح، هي صح. لا لا وليد، ما إجابات الدبلوماسية دي متاع كلامه صحيح لا لا، نعرف أنا وراه الجواب هذا، وراه كم هائل من التجم تجاوبه. لا ما عادش نحب نتحدث على المواضيع هذه. لكن رؤوف كوكا كي نقولوا رؤوف كوكا نقول الكاميرا الخفية، معناتها راهو كيقول هو ينجم يأثر على برشا شعب، برشا مشاهدين، معناتها كيقول الجملة هذه. أنا نتحدث على العمل نتاعي، ما تحدثش على العمل نتاع الناس. لكن هو قال على الكاميرا الخفية نتاعك. هذاك شيء يخصه. إيه شنو تجاوبه أنت؟ شنو رأيك في لا أنا نجاوب كان على الكلام اللي نقوله أنا وعلى الخدمة نتاعي. ما عادش تحب نجاوبه. يحب يحكي ماذا بيه يمشي يحكوا على أعماله. حبوا ينقدوا أعمال الناس، خلي يتحدثوا على أعمال الناس. إيه؟ يعني ما كل عام تحطوا فيه الموضوع هذا، يعني ما نجموش نعملوا أعمال نتفرجوا فيها من غير ما نسبوا بعضنا، يعني للدرجة هذه، يعني أن البلاد صغيرة ولا كبيرة، ولا للدرجة هذه الحقد، ولا للدرجة هذه الضغينة، ولا للدرجة هذه الأنانية واحتكار المعرفة، وكي تسمحهم يتكلموا وتحسهم يحكيوا على أنه متخرج من جامعة أكسفورد ويحكي على علوم الطب. شوف أنا فهمت دانتي وفهمت ماركيز وفهمت محمود درويش وفهمت المعري وفهمت أبو حيان التوحيدي وفهمت ابن عربي، وما فهمتش رؤوف كوكا. كي يبدوا يتحدثوا يسمعون عباد اخرين في مكان اخر من العالم ما يعرفوش عشنو نتحدثوا، واحنا يقول لك نتحدثوا على انه هو مركبه فضائيه خرجت من القطب الشمالي، فهمتني، ومش تعالج ثقب الاوزون في العشرين الماضيه، وهو يحكي على كاميرا كشي تنظير شيء والحقيقه شيء. فانا يا اخويا نجم ما نسبوش بعضنا يا اخويا، انا نحب نتحدثوا على اعمال. اذا هم يحسوا شو رايك في اعمال رؤوف كوكا؟ اذا هم يحبوا عندهم احقيه، يعني اذا شوفوا انهم عندهم الاسبقيه الزمنيه والتاريخ وهذا وعندهم هذا مش ننكره اي، والاسبقيه في التجربه، اذا هم يراوا انهم من حقهم انهم ينقدوا الاعمال الاخرى فهذا من حقهم. انا لا قلت انا يعني كما يقولوا هم الملك والامير والسلطان، اصلا حتى في التصنيفات مازالوا عايشين في القرن 16. تحسها كميه كبيره من الحقد طبيعي موجود في تونس، كميه الحقد، كميه الحقد والضغينة. نحكي على رؤوف كوكا، ما احنا كنا تونس هنجيتك عندنا في مزتنا، مش نحكي على رؤوف كوكا، كميه الحقد اللي عندنا في تونس يا ولدي. اسمع تو شقيت الفطر، هاي خلينا نقوم نفز نسب، ادخل تك انجلينا فاز جاسوس فوندو كان يا ما كانش 16 تك تك تلقاها كتب فاشل منحط فست سبا. ايه انت هنا عليك تعمم على عامة الناس، احنا خلنا نحكيو للناس اللي قاعدة توجه في النقل. هو يمكن احسن كان برنامج نفكروا فيه هو المجتمع دي. يعني شفت كلمة يكتب لك هكي يجيك من اللوطة يكتب لك عمل فاشل كذا، هو يتفرج عليه راهو تبدأ توا مثلا في التاسعة والحوار ونسمة كل برامج ديما المراتب الاولى فاشل، برامج تافهة قاطعوا هذه القناة او كذا وسبين وكلام زي. انت شنو قدمت في دين؟ مش تقدم للدنيا، ما تقدم لا للدنيا لا لتونس، انت شنو قدمت لنفسك ساعه ولعائلتك؟ حكيت يعني ما فماش حتى كون هذا تحكي على رؤوف كوكا يا ودي، نحكي على الشعب انا السواد الاعظم من جمله كبيره من الناس. انا على راني انا توقعت نحكي على الناس وأنا اللي قاعده تنقد، وانا تفكرت بالسلبي تنقد بالسلبي. ايش بيك سيبت النقطه المهمه اللي نقدك في شخصك ولا في عملك مباشره ومشيت للناس اللي تنقد؟ فاضل شنو تحب بصفه عامه اسالني يا سيدي. ايه انا رؤوف كوكا قال ان فيها جانب مأساوي، وشنية الفايدة منها كاميرا خفية أنجولينا ديزنوف؟ انا حتى الحياة كلها فيها كلها جانب مأساوي، شنية الفايدة منها؟ ماله علاش عايش هو، علاش عايشين، علاش عايشين؟ ماله كان الكاميرا خفية دي فيها جانب مأساوي، حياتنا كلها جوانب مأساوية مبطلوها. ماله صحيح كلامه ولا مصحيح؟ علاش هو الضحك يعني جانب مأساوي يحكي على البكاء والخوف والضحك، مش جانب درامي جانب تخويفي في ما هو اي شيء له نقيض. هو البكاء والضحك هما زاد من الجوانب المأساوية في الانسان، الضحك بجنون والهستيريا الخروج ما بعد العقل ايضا مأساة. تلوم عليه رؤوف كوكا على التصريح هذا؟ من لوم لحتى واحد انا، اما انا قلت يعني تحبوا كل عام نبقوا نتناقشوا وهو يقول وانا نقول وفلان يقول ونتعاركوا،
يشني مشكلة هو عنده كاميرا خفية وانا عندي وفلان عندي وغوار عنده يبالك شي هو يشوف انك انت ما المستوى ولا المضمون متاع الكاميرا الخفية ما يوصلش المضمون متاعه هو اللي يمشي في باله انه قايم على الضحك على اكثر على الترهيد على الضحكة بينما انت هو ارى انه فيها جانب كبير من من المأساة من التخويف لا الكاميرا الخفية اللي يعملوا فيها هم ما فيهاش مضامين عكوش على المضامين فيها رد فعل وردة فعل ايه ضحك قايم على الضحك الممثل اللي يعمل فعل والضيف ردة فعل ولا الفعل ما فماش مضامين هي بطبيعة مشهدية انفعالات ردة الفعل اساسا هي ديما تقوم على الدهشة متاع الانسان الدهشة بما يحف بها من ضحك من غضب من بكاء من دموع من صراخ من جري في الشارع هذا كله ردة فعل هو يصنع فعل وثم ردة فعل مضادة لا ثم مضامين ولا ثم قصة ولا ثم رواية ولا ثم حداثة تتفرج عليها انت قاعد انا نسلم وقاعد تهرب بي رقم اثنين رقم ما تحبش تجي انا ما قاعد تهرب قاعد تهرب وليد شنو اعطيني شنو تحبني شنو تحبني نقول انت باش ترتاح لا مش انا شنو اعطيني السؤال تحديدا شنو يا اخوي نتعديو السؤال ما نتعدوش لا اعطيني ما نتعديوش شنو تحب نقول إيه معناتها انت العمل نتاعك معناتها يصنفوه ضمن معناتها الاعمال اللي فيه جانب كبير من المأساة ولا فائدة منها وما عندها معناتها انت في قناعه نفسك ناكد لك معناتها ما تراهيش نورمال الحكي غير انت تويك في الاعلام وقدم منبر اعلامي ما تحبش تزيد تكبر نفوس ممكن وهذا حقك اما انت انا ما نحبش نكبر نفوس صحيح يعني انا كان نجاوبها من وجهها انا شفت انا كان كلمه كبيره هي انا كان نتكلم ونجيبها من الملعب متاعي نجح كلمه كبيره اي لانه ثم فرق لانه هو نجم يحكي معي كان في الكاميرا الخفيه مش نحكي راو في كوكرا نحكي على الكل اللي يعملوا الكاميرا الخفية لأنه هم يعملوا في حياتهم كان الكاميرا خفية وأنا الكاميرا خفية ما تجيش 0 من حياتي ثم فرق أنه اللي حاط تاج فوق مملكته اسمها الكاميرا الخفية وأنا التاج هذاك حاطه تحت صباتي حاشاك وحاش المستمعين تحت الحذاء لأنه أنا حتى كان هم ناس كل تقول هذا مرت بلولة أنا ما تشرفش به لكن هم تعني لها من كثير فأنا يا اخويا سيبوا علينا يا اخويا غنجيبوا ثم ناس احتمال تفكر تعمل كاميرا خفيه وشباب كي يسمعوا هكا ما عادش يحبوا يعملوها ثم عباد تحب تعمل سيت كوم كي يتفرجوا على السب ما عادش يحبوا ثم عباد تهاجر ثم ممثلين حرقوا ماتوا في البحر ملي يشوفوا فيه شيء سايب الناس تخدم اللي يعمل مسلسل باهي واللي يعمل متوسط واللي يعمل حتى مسلسل ضعيف يعطيه الصحه تو يتعلم شو سي ثقافه الهدم هذيه خلي الناس كل تخدم باه ممثل ضحكك يعطيه الصح ما ضحكنيش ما ضحكنيش ما نسبوش فماش الدنيا واسعة الناس تتسع للجميع يا أخي معناها اللي يعمل في الكاميرا خفية لازم يعملها كان واحد برك دي مش قالوا ضد الدكتاتورية ضد النظام الواحد والرجل الواحد والحاكم الواحد والصوت الواحد والإله الواحد دي أكبر دكتاتورية موجودة في تونس الآن في النقد ذي الفني أنا وبعد يا الطوفان أنا الملك في الكوميديا أنا الملك في الدراما أنا الملك في كذا بدي في قروعك شوي تواضع شوي تواضع راه برا شوف انت شنو عاملين انت ممثلين كبار حتى في دول متقدمه اخرى حتى في الدول العربيه تخدم ارقام كلها تخدم وكلها تتشجع في بعضها وكلها برا شوف ميل جيبسون يعمل فيلم يقعد 10 سنين يقرا في كتب يتحول من المكاتب الكبرى في الصين وفي الهند وفي فرنسا وفي لحظه ويقرا في كتب اللي في العلاقه بالقصه اللي مش يمثلها ولا مره تكلم وقال انا وانا تواضعوا شوي سهل الحياه تواضع بي احنا ننساوي حد شيء ذي في مدار الحياة كله يعني شفت احنا بعد زمن مش يحسوا ياسر تافين انهم كانوا يتعاركوا على كاميرا خفية وكانوا يتعاركوا على مسلسل وكانوا يتعاركوا على شكون كرونيكور وشكون مذيع وشبه هذيك وش لابسة ابسط من هيك الحياة احنا معقدين حياتنا حسيت ريت عندك كمية من لك شوية بديت انفعل شوية يا ولدي مش بديت انفعل شفتك اللي حبوا يقروا تمثيل بطلوا هذوك اللي يعملوا مسرح ايسو لانه الاشباه اللي يقول لك هذاك موجود في التلفزة اصلا احنا سوق صغيرة وانتاجنا صغير وننجو مرة في رمضان يشدوا كل رمضان يدوروا على الاذاعات نبدأ نصبوا في بعضنا نقطعوا والريش وناكلوا اعراض بعضنا والحياة كل واحد فيهم يروح في الليل تلقاه اذا عنده شوي كرامه ها انا كي ننتقد واحد ولا نوجع نبدا متغشك نروح ونقعد نفكر فيه فهمتني واضح يعني شنو الفائده يعني باين نسبك وتسبني يعني هذا هو الخلاصه ربي يهدي ونعتذر لاي واحد يعتقد لي انا اسات واضح به من بين الضحايا نتاعك زيد فما برهان بسيس برهان بعد ما حصل
خرج في إذاعة يفهم وفضح الكاميرا كاشي متاعك. ما فضحش الكاميرا كاشي متاعك. هو اللي فات انه خرج حكاية. لا لا كواليس. لا ما حكاش حكاية بعد ما كملنا التصوير. اي بعد ما بعد ما كملت التصوير. عندي رسالة خاصة انا وبرهان في الليل قلت له راني معناها بعث له صورة ولا فيش قلت له كملت التصوير. معناها هو اعلامي ويفهم معناها يولي نجم يتكلم معناها. فبرهان ما عملش حتى شيء. اي انت ما تراش انه قبل شهر رمضان انك معناتها فما كو راهو شوف انك تعمل اعلان تسويقي والا انك تخرج تخرج كواليس. هل برهان خرج كواليس والا ما انت عمل اعلان تسويقي وانت على علم به؟ لا انا مش على علم. انا احنا كانت عندنا خطه هو. احنا كانت عندنا خطه عمل. اي هل اللي قام به برهان بسيس انت على علم به؟ برهان عمل اللي احنا ما خططنا لهوش. ايه اذا انت مع علم انت علمك به ولا ما علمكش به؟ عندك علم باللي مش يقوم اللي قام. لا سمعتها في الاذاعه. اما انا هل تعتبر انت هذه خطه؟ مش خطه. لما مش خطه مش خطه مش هذه الخطه. قلت احنا كانت عندنا خطه. كانت عندنا خطه. الفريق كان عنده خطه وحده فهمتني. فبرهان حكي في برنامجه في فهم الصباح أي. اللي هو كان ضحيه كاميرا خفيه. كي خرج الخبر ولينا احنا نجاروا في الخطه حسب انه الخبر خرج. اي ما تحس انها نوعا ما من ما انت فما عهد بيناتكم فما. لا مش كارثه. انا ما قلت مش يعني هو عادي. قلت له لما سمع اللي احنا كملنا التصوير اتكلم يعني مش نهايه العالم يعني. يحتمل ساعدتنا الحكايه هذيك. يحتمل به في الكاميرا كاشي متاعك فما دو مومون فور. الاولى وقت اللي تدخل انجولينا والثانيه وقت التلقيح. لو كنت تحكي لي على الرياكسيون تاع الضحايا الرجال وقت اللي شافوا انجولينا قدام. هما الحلقات المهمه كلها مازالت ما تبثتش يعني. صار هذا كله تسخنونا انت. ايه. تسخينات هذا. الحلقات الكبيره كلها تبدا تبث من الحلقه السابعه وانت ماشي. شكون اسمائك المهمه والبارزه؟ جبنا شوقي طبيب الرئيس هيئه مكافحه الفساد اول مره في كاميرا خفيه العميد سابقا رئيس الهيئه. جبنا شوقي احسن الزرقوني اول مره في كاميرا خفيه وسامي عبو وزن ثقيل محسن مرزوق اطلع عليه احسن الزرقوني العكرمي. جبنا في الرياضه زياد الجزيري علي الزيتوني خالد حسني نوال غشام. جبنا برشا حسن زرقوني قبل ديريكت ومعناتها حلقته معناتها حصلها بالسهل ولا بعد ما حصل معناتها هكا كان حاسس انه باش يحصل ولا لا؟ ما كانش تصورها ابدا. ما كانش يتوقع حاجه ولا انه باش يحصل حاجه في الدنيا كان يتوقع انه يعني في حلقه زرقوني نجموا نلقاو نسمه متصدره النسب المشاهده الاولى في الكاميرا الخفيه. لا احنا ما فماش نسمة توا في اليومين الاولين في رمضان هاو عندنا صبر الاراء انجلينا اكثر مشاهده في الكاميرا الخفيه اكثر مشاهده اكثر من سيرك واكثر من الغوار اكثر من سيرك واكثر من الجاسوس في النهارين الاولى في هاولا ديجا نزلناها احنا وهبطنا يعني نسب المشاهده عاليه جدا. ما ننتظروش احنا كل عام احنا نحقق النسب المشاهده هذه وحتى في التلفزيات مش في تشاف برشا هو كل عام انت الاعمال نتاعك تعمل ضجه. ما تبناش على شخص احنا ضيف جبناه سنين ولا عمل زاد زاد فما السياسي فيصل التبيني شفناه ما بط موجود زاد فيصل التبيني ما بتصوير عجبته انجولينا ولا الكل ما عجبته انجولينا اكيد وتسمى معناتها انجولينا ما هكا جيت لتونس اول مره معناتها تحس بالحق عمرها ما شافوا انجولينا انا بيدي معناتها اكيد عمرها ما شافوها انا فهمت شافوها يعني انت وليد عجبتك انجولينا ولا ممثله بارعه صحيت هربت كلا ممثله بارعه نحكي على التمثيل عندها اداء تبارك الله انجولين هي اصلا هي استعملها رامز جلال مثلت دور انجولينا معها في رامز واكل الجو رامز واكل الجو وكان جورج وصوف من ضيوفه وكان نيشان وكانوا نجوم عرب به شكون من الضحايا نتاعك اللي رفض حلقته تتعدى فماش ساعه شكون رفضت انها ما تتعداش لا ما فماش حد الان به لا بس في اللي كاميرا معناتها اللي كاميرا كاشي اللي عملتهم في السنين هذم كل ما صارت لك حتى مره ضيف ما حبش رفض ان تتعدى حلقته وثم ضيف قبل هو قال لي ما فماش رفض هو احنا من بدنا نعمل في الكاميرا كاشي عمرنا ما وصلنا بثين الحلقات 30 كل معناتها تصوروا بالزايد لا ما صوروش بالزايد كانت تتوقف قبل ما تكمل مش نصوروا بالزايد السنة زعما ان شاء الله تكمل امريكا ان شاء الله مرة كملت في 22 مرة كملت في 17 السنة ان شاء الله تكمل في 30 السنة مش تكمل في 30 ومش تحقق نجاح كبير و
واللي حب نقولوه زاد فيه الغرور أنه اللي قدمناه سنة مش في الفكرة فقط في التصوير والإمكانيات وجودة الصوت والصورة والإخراج والإضاءة درس لصناع الكاميرا الخفية في تونس وفي العالم العربي. أنا هي أقوى حلقة بالنسبة ليك واللي تنصح بها التوانسة يتبعوها أكثر فيها جدل فيها إثارة فيها تشويق؟ برشا حلقات برشا حلقات بيه؟ يعني احنا شنو مازلنا عدينا 5 حلقات فقط مازالوا 25 حلقة مازالوا 25 حلقة بيه؟ أنجولينا ديزنوف قريبا في ليبيا صحيح الخبر هذا ولا؟ اي عملنا نفس الديكور ونفس نفس كل شيء نفس القصة مع تغيير انه المذيع التونسي فوز جرات في ليبيا ولا محمد الطياري انت بعتوا الكونسيبت ولا؟ لا خدمته انا انتجناه لا انتاج نفسه بالشركة متاعك نفسه هي. بدلنا جبنا مذيع ليبي بتبيع لانه التلفزة باش تكون في تلفزة ليبية وجبنا فنانين وممثلين ومغنين ليبيين. واضح انا باش نمشي معاك في فقرة التقييم باش نعطيك كاميرا كاشي متاع زملاء اخرين وانت قديش تعطيهم نوت على 10. نمشي وتتسويت للتقييم. فقرة التقييم ان باش نعطيك التقييم باش نعطيك دي كاميرا كاشي متاع زملاء خدموا في قنوة اخرى باش تعطيهم نوت على 10. السيرك على قناة التاسعة قديش تعطيها نوت على 10؟ 10/10 مش مبالغ فيه شوية العدد. اللي بعد كاميرا غوار 10/10 دبلوماسية برشا وليدي ياسر دبلوماسية. اللي بعد رامز عقله طار 10/10 قلت نعطيك في تونس انت غشيتني بهذه يا رامز. اللي عليه كاميرا كشي في رمضان تعديت الأعمال التونسية كلها نعطيهم 10/10 لو كان ان معناتها 10/10 راهو حتى شيء ما اي عمل ما نجمش يكون متكامل 10/10 تجم تقول لي 9.5/10 نمشي معاك 10/10 معناتها زيرو فوت جمله مش كيك. انا نقيم مش بالارقام ومش بالمعادلات الحسابيه نقيم مش بالعقل بالقلب وبالفهم وبالروح. اللي عندهم ارقام وعندهم واحد واثنين وفاصل وكسور جيبهم هما يقيموا به. انا باش نسمي لك أسامي عملت دي كاميرا كاشي واعطيني رأيك فيهم كيفاش ترتبهم ساعطيني ترتيبك فيه. شنو رأيك في حمادي غوار؟ يضحك والله يضحك على الشابي على صديقي وصديق عزيز وما نجمش يكون يعني ما نجمش نتحدث على أكثر من أنه صديق يعني فماش مرتة بعد ميقالو في الكاميرا الخفية هاي. عادي عجبني في التقليد روف كوك وقلت أستاذ نسكل وليد الزريبي العبد الفقير محاولات نجربه معه إن شاء الله نلقاه حظ به. وليد أنا مزدتش نوصل معك الحوار شيق برشا منجمش نقفل معك نحب نمشي للأخبار وخليك معي الأخر فقرة هذية فيها برشا تصريحات نارية وبالحق خلنا حيو شوي دبلوماسية خلينا نكونوا تلقائيين أعطيني ديما تلقائي أنا عندك شوي دبلوماسية كمي تنشوف نرجع لكم تسويت بعض الأخبار.